ذلك الهلال السوداني، وهذا الهدف الوحيد لحد الان في مباراة حمزة الاحمر. مبالك الهلال السوداني، وهذا الهدف الوحيد لحد الان في مباراة حمزة الاحمر. مبالك الهلال السوداني، وهذا الهدف الوحيد لحد الان في مباراة حمزة الاحمر. كان ممكن يضيف الثالث حمزة الاحمر لصالح المنتخب التونسي. قوس الكرة غدارة من حمزة الاحمر، كانت ممكن تدخل لشباك المنتخب الاوغندي. صنعة كبيرة، ملعب كبير للامانة، فنيات الالتقاط من مايكل ازير. ازير عند الكرة شعبان محمد، ويفتكها حمزة الاحمر ويخرجها خارج الميدان، يربح رمية التماس المنتخب الاوغندي. امامكم على الصورة ديرنيس اوي ومحمد شعبان، يربح رمية التماس المنتخب الاوغندي. 6 دقائق لعب في الشوط الثاني، هدفين مقابل الصفر لصالح المنتخب الوطني التونسي. هدف اول كان في ثقة الاساسة من الشوط الاول، كرة مباشرة من حمزة الاحمر في شباك الحارس ماغولا سليم عمر، والثاني كان منذ قليل من محمد علي العقوبي بالراس بعد توزيعة كانت مخالفة توزيعة من علي معلول. يضرب علي معلول الكرة وبالراس يضربها محمد علي اليعقوبي، كرة في العمق والموجود علي معلول، سريع علي صار علي معلول لمسة واحدة لحمزة الأحمر. علي معلول وانتوم بين علي وحمزة الأحمر، وماذا يقول الحكم؟ المخالفة لصالح المدافع واليو جوفري اليعقوبي. المنتخب الأوغندي اللي قاعد يحق في نون لاري التمهيد، ممتاز ليوسف المساكني، المساكني داخل منطقة الجزاء، نعيم اللسليتي، ماذا يقول الحكم؟ ما ثماش مخالفة وما ثماش ضربة جزاء. ترجع الكرة للمنتخب الأوغندي، سيام بن يوسف مع محمد شعبان، مرة أولى مرة ثانية، وحذاري حذاري محمد شعبان ياخذ كورته ويمهد ويستميت محمد علي اليعقوبي. برافو برافو محمد علي اليعقوبي أمام محمد الشعبان، كان ممكن يذل الفارق التونسي. التنفيذ من علي معلول، يوزع الكرة بالراس، هدفه الثاني لمحمد علي اليعقوبي بالراس، يصعد فوق الجميع اليعقوبي. محمد علي اليعقوبي اكسيال يصعد في اللقطة الأخيرة، التوزيع من علي معلول، يصعد فوق الجميع بالراس. هاو الإعادة، العرض البطيء، التوزيع، صنعة كبيرة من علي معلول، يصعد بالراس محمد علي اليعقوبي، يضرب الكرة كانت صعبة على أوشان بنجما. بداية صعبة للشوط الثاني، خذا مكانه في الشوط الثاني الحارس أوشان بنجما مكان ماغولا سليم. في أول الدقائق، الدقيقة الثانية في الشوط الثاني، يقبل هدف من محمد علي اليعقوبي بالراس. في الدقيقة الثانية اليعقوبي يضيف الثاني بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، 2 بلاش إلى حد الآن. المنتخب الأوغندي يطلب في الكرة يوسف المساكني، رجعها لنعيم اللسليتي، نعيم اللسليتي خاطئة تمريرته، ترجع لدفاع المنتخب الأوغندي. فرشاني ساسي في وسط الميدان، دي عليه الكرة ترجع لإدريسا، إدريسا لوبيغا، إدريسا وقبل ما توصل الكرة لمحمد شعبان إلى ماسا جوفري، خرجها سيام بن يوسف، هو محمد علي اليعقوبي. أمامكم على الصورة اللقطة الأخيرة والهجمة الأخيرة للمنتخب الوطني التونسي، يفقد التوازن في المقابل هجمة للمنتخب الأوغندي من محمد شعبان حامل قميص رقم 10، كان خطير على دفاع المنتخب الخطير. الهجمة بالنسبة لأوغندا إلى محمد شعبان، ويخرج البلبولي قبل محمد شعبان، خطير محمد شعبان رقم 10، دخل مكان يونس جونيور مع بداية الشوط الثاني. ترجع الكرة تونسية من الفرجاني ساسي إلى لاري عزوني، إلى حمزة المثلوثي على اليمين، حمزة أسعد من هناك على الجهة اليمنى، حمزة المثلوثي يوزع الكرة في اتجاه ياسين الخنيسي، يخرج حارس المرمى أوشان. أمامكم الجدار متكون من ياسين الخنيسي، سعد بقير على الكرة، المخالفة في التنفيذ، ماسا جوفري حامل قميص رقم 11 في تنفيذ المخالفة. ماسا جوفري
في تنفيذ المخالفة لصالح المنتخب الأوغندي. ومعاه محمد شعبان. ماسد جوفري سد الكرة قوية في دين الحارس. في دين الحارس البلبولي. قلت قوية الكرة من ماسد جوفري في دين الحارس أيمن المثلوثي حارس مرمى المنتخب الوطني التونسي. تبقى النتيجة على حال هدفين مقابل صفر في توقيت بالضبط 25 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني مباراة ودية. ياسين الخنيس إلى سعد بقير، سعد التمهيد، التمهيد من تاه إلى لاري عزون، لاري وزع، وزع الكور، ترجع نعيم سليتي ما يخش كورته نعيم. نعيم سليتي ما يخش كورته، المحاولة كانت ممتازة من الثلاثي سعد بقير وتاه ياسين الخنيسي ولاري عزون عند الكرة الآن، لاري مرة جانبية. لاري مرة جانبية كرة لاري عزوني كان ممكن يسجل الثالث. لاري عزوني متوسط ميدان المنتخب الوطني التونسي. هي الإعادة. التسديدة مباغتة كانت على الحارس أوشان بنجاما. كان ممكن يباغت لاري عزوني. ضربة مرمى مشيت للمنتخب الأوغندي. باهي التسديد من بعيد، باهي المحاولات بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. ترجع الكرة لأوشان بنجاما حارس مرمى المنتخب الأوغندي. دخل في الشوط الثاني مكان ماغولا سليم عمر. ترجع الكرة حذاري ويضرب الكرة سليمان، يضرب الكرة سيام بن يوسف في اتجاه تا ياسين الخنيسي. تا ياسين الخنيسي يدي عليه الكرة وترجع من دينيس سين مريح ما يخرج كرة. ترجع الكرة للمنتخب الأوغندي حذاري. التسديد عالية الكرة، عالية الكرة من الحسن وسا، عالية كرة الحسن وسا. يعتذر من زميله إدريسا لوبيغا. يضرب الكرة عالية. هذه المحاولة الأخيرة والمرور ممتاز كان من سليمان كشك الظهير الأيسر الآن بعد ما خذا كرة مكان علي معلول. تغييرات المدرب ريكاس برجاك. ترجع الكرة من جديد في وسط الميدان. يضغط المنتخب الاوغندي من اجل تذليل الفارق. كره لمحمد شعبان تمشي داخل منطقه الجزاء والتغطيه من ياسين مريح مره اولى. يعطيها للبلبولي كما جات الى سعد بقير. سعد بقير يروض الكره الى لاري عزون. لاري عزون الفرجاني ساس فرجاني. الساري نبه باحترام الامتار القانونيه. امامكم البلبولي عصوره. التوصيات لجدار السد. حذاري من الكره هذه بالنسبه للمنتخب التونسي. التسديد التسديد يسدد. تضرب الكرة، تضرب الكرة وسهلة في دين الحارس البلبولي. سهلة الكرة كانت في دين الحارس البلبولي. كانت كرة من فاروق ميا رقم 17. فاروق ميا الرقم 17 تضرب الكرة في جدار السد وتمشي سهلة في دين الحارس البلبولي. تبقى النتيجة على حالها في التوقيت بالضبط 36 دقيقة لعب. دائما أسبقية هدفين مقابل صفر لصالح المنتخب الوطني التونسي. أهداف حمزة الأحمر ومحمد علي اليعقوبي. ترجع الكرة وتاسي الخنيسي. يضغط الخنيسي ويخرجها بصعوبة الحارس أوشان بن جما. هذه قوته تاسي الخنيسي. تاها ياسين الخنيسي بعد ما خذلتي مقطوع الكرة من الدفاع من شفيق باتامبوزي في اتجاه محمد شعبان ويربح محمد شعبان حامل قميص رقم 10. حركة نشيط دخل مكان يونس جنيار. محمد شعبان قلق شوية الدفاع بالنسبة للمنتخب التونسي. ترجع الكرة من رمي تماس تفضل بسرعة تمشي الكرة. التوزيع في العمق يبحث عن محمد شعبان. شعبان عند الكرة مرة أولى مرة ثانية. ترجع أوغندية الكرة حذير يخرجها الكرة ليعقوب للتماس. تخرجها الكرة قبل مطيبة. تنفذ الكرة بسرعة والهجمة للمنتخب الأوغندي. حذير من التسديد ياخذ الكرة. ماسات جوفري سدد بعيد الكرة. بعيد الكرة ضربة مرمى لصالح المنتخب الوطني التونسي. أمامكم عصور. الكرة كانت من كيزيتو حمل قرميص رقم 3 كيزيتو جوفري. أمامكم عصورة. هي الإعادة كيما جات يسد باليمين بعيدة بعيدة كل البعد على مرمى البلبولي. يربح بها ضربة المرمى سيام. ماسا جوفري كذلك عمل ماسا جوفري مباراة ممتازة إلى حد الآن. ترجع الكرة وحذاري من المرتدات والتوزيع في العمق ويربح الركنية المنتخب الأوغندي.
التوزيعة كانت من مايكل أزيرا ويخرجها محمد اليعقوبي حذاري. مرت سلامات على دفاع المنتخب التونسي. كان على الكرة محمد شعبان رقم 10 أمامكم على الصورة. مرت سلامات. هذه الإعادة التوزيعة في العمق العرضية المتابعة من محمد شعبان مشيت جانبية بجانب القائم الأيمن للحارس البلبولي. ضربة مرمى للمنتخب الوطني التونسي في توقيت 44 دقيقة في هذا الشوط الثاني. دائما أسبقية هدفين مقابل صفر للمنتخب الوطني التونسي. المنتخب الوطني التونسي يلخب الجزائري لعمل باركور ممتازة في التصفيات المؤهلة للكان. سجل 25 هدف قبل 5 أهداف. أحسن خط هجوم في التصفيات المؤهلة للجابون. سجل 25 وعنده هدف في التصفيات. عنده هدف اسمه العربي هلال سوداني. سجل 7 أهداف. ترجع الكرة نتابعوا الهجمة هذه للمنتخب الوطني التونسي. التوزيع من ياسين مرياح. طويلة الكرة على لاري عزوني. تخرج ضربة مرمى لصالح المنتخب الأوغندي. الدقيقة الأخيرة من المباراة. أسبقية دائما للمنتخب التونسي. هدفين مقابل 0 أهداف. حمزة الأحمر ومحمد علي اليعقوبي كذلك. المنتخب السنغالي بمدرب ابن البلد اليو سي سي. سنغالي دولي سابق السنغالي اليو سي سي. لعب في ليل الفرنسي بي اس جي مونبيليي برمنغهام الانجليزي. اليو سي سي كذلك عمل مقابلات ممتازه في التصفيات. عمل البلان الفريق الوحيد والمنتخب الوحيد اللي فاز في كل مقابلاته في التصفيات المؤهله اللي كان لقبه. حذر من الهجمات. حذر التسديد من جوفري مره اولى. مره ثانيه ترجع له الكره. التمهيد والتغطيه الدفاعيه من محمد علي العقوبي. وثلاثه دقائق وقت بديل. كيزيكو حذر من الهجمه الاخيره للمنتخب الاوغندي. محمد شعبان وصحيت سيام بن يوسف. سيام كيما جات يخرج الكره. سيام بن يوسف ثابت في دفاع المنتخب الوطني التونسي كيما جات. يخرج الكرة. ترجع الكرة إلى ماسا جوفري ويخرجها محمد علي العقوبي. دوزيام بال في وسط الميدان من كيزيتو جوفري. كيزيتو تمشي لدينيس. دينيس رقم 12 إلى محمد شعبان. محمد يرجع الكرة ويقطعها لسعد بكير. سعد بكير يقطعها في وسط الميدان. سعد بكير يطلب. سعد بكير يمهد الكرة. مقطوعة الكرة من دينيس. دينيس ايغوما رقم 12. ترجع الكره للمنتخب الاوغندي ومقطوعه من حمزه الاحمر. صحيت حمزه في وسط الميدان. يقطع الكره والمرتده من نعيم سليتي. سليتي عند الكره. تمهيد لسعد بقير. سعد بقير مقطوعه الكره من الدفاع. ذكيه العمليه من نعيم السليتي. للامانه نعيم السليتي عمل مباراه ممتازه. مباراه اليوم ضد المنتخب الاوغندي. مهد لسعد بقير ودي عليه الكره. سعد بقير ترجع الكره والتغطيه الدفاعيه من حمزه الاحمر للفرجاني الساسي. لمسه واحده لمحمد علي العقوبي الى حمزه الاحمر. الاحمر عند الكور. الاحمر يبعد على جوفري ويفكاله. حذر من الهجمات. جوفري يقطع الكره. محمد علي العقوبي ويربح الركنيه. فاروق الصورة. فاروق ميا الرقم 17 يربح الركنية في المحاولة الأخيرة والهجمة الأخيرة ممكن تكون في المباراة. نذكر الحكم أضاف 3 دقائق الموريتاني. بابا كيرت سارة الركنية لصالح المنتخب الأوغندي. التنفيذ من جوفري ينفذ الكرة. جوفري يوزع الكرة بالراس. تضرب على العارضة مرة أولى. عالية الكرة. كادي باغت المنتخب الأوغندي. كادي ظلل الفارق. المنتخب الأوغندي. هي الإعادة بالرأس. الكرة ضربت في القائم الأيسر للبلبولي.